السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعة الفصل 4 الشغل والطاقة للصف 11 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2013-2014 المسألة 50. على الطالب قراءة المسألة، تحديد المعطيات، تحديد المطالب بالرموز المناسبة. إذا لم يكن الطالب حافظ رمز الكمية الفيزيائية لن يستطيع اختيار المعادلة ولن يستطيع الحل. تخترق رصاصة كتلتها، إذا ام سمول هي الكتلة بالجرام، إذا لازم تحولها للكيلو جرام بالتقسيم على 1000. جزع شجرة بسرعة، إذا السرعة الابتدائية 600 متر لكل ثانية. مسافة، إذا حتخترقها وتستقر فيها معناتها السرعة النهائية صفر، لأن اخترقتها بهالمسافة وبعدها وين راحت؟ توقفت. هذه المسافة. استخدم معادلات الشغل والطاقة لإيجاد مقدار القوة التي توقف الرصاصة. القوة التي توقف الرصاصة هي قوة الاحتكاك اللي رمزها FK. افترض أن الاحتكاك قوة ثابتة، ما الزمن المستغرق بين دخول الرصاصة وتوقفها؟ دلتا تي. إذا بتلاحظ عندك كتلة، سرعة ابتدائية، سرعة نهائية، عندك مسافة، استخدم بدك الشغل، مقدار القوة التي توقف الرصاصة. من هنا بدك تبدأ من المعادلة هذه. الشغل الكلي يساوي التغير في طاقة الحركة. يعني عندك سرعة ابتدائية إذا عندك طاقة حركة ابتدائية، عندك سرعة نهائية إذا عندك طاقة حركة نهائية، وتساوي لطاقة الحركة النهائية ناقص طاقة الحركة الابتدائية، وبتعوض. طاقة الحركة النهائية هذه صفر، ليش؟ لأنه توقفت. إذا ضل عنا طاقة الحركة الابتدائية فقط اللي بتساوي نصف الكتلة في مربع السرعة الابتدائية. بنعوض، تطلع لنا الشغل الكلي. نحن ما خلصنا هون، هذا الشغل. هون شو المطلوب؟ FK. لكن عندك الشغل الكلي يساوي لقوة الاحتكاك في الإزاحة في كوسين 180، لأن الزاوية بين دي و FK 180، لأن قوة الاحتكاك دائما تعاكس اتجاه الحركة أو اتجاه الإزاحة. نستخرج منها FK ومنعوض. هي طالعنا FK، ماشي؟ لازم تقرأ مرة اثنين ثلاثة وتحلها وحدك، تدخل الفكرة بذهنك. الطلب الثاني، افترض أن الاحتكاك قوة ثابتة، ما الزمن المستغرق بين دخول الرصاصة وتوقفها؟ جبت لك المعطيات. إذن عندك أنت دي، عندك F final، B final، و B I، وبده دلتا تي. إذا بنستخدم هذه المعادلة، هذه عبارة عن دي، أعطيك إياها بالسنتيمتر، حولتها للمتر، هي النصف، هي السرعة النهائية، هي السرعة الابتدائية، هذا الزمن مجهول. تستخرجه بيطلع عنا الزمن بهذا الشكل. وفي أمان الله. المعطيات والمطلوب هو اللي بيدلك على أي معادلة ممكن تختار. وما تنسونا من دعائكم.